أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. موقع يمن مونيتور يكشف عن 19 اسما من أقارب زعيم ميليشيا الحوثي يديرون مؤسسات الدولة. ومن موقع المشاهد نت، 30,000 مدني تحاصرهم ميليشيا الحوثي في قرى مديرية واحدة بتعز. عدن تايم، 10 أيام لتسجيل الأطفال الذين ولدوا أثناء الحرب في عدن. وفي صحيفة العرب الجديد، أروى وهنا تعيدان الضوء إلى مؤسسة العفيف الثقافية. الإمارات اليوم، ومن الأخبار الأكثر قراءة، الأبقار تحرب امرأة عاشت في سويسرا 30 عاما من الجنسية. والبداية من موقع يمن مونيتور، والذي عنون في صفحته الرئيسية 19 من أشقاء وأبناء عمومة زعيم الحوثيين يسيطرون على المناصب الحكومية في صنعاء. وطوال 2016 رصد يمن مونيتور أبناء عمومة وأقارب عبد الملك الحوثي ممن تم الإعلان عنهم رسميا ونشروا في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهؤلاء يسيطرون على مناصب مهمة في سلطة صنعاء وحدها. ومن بين أهم هذه المناصب رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، ووزير التربية والتعليم في حكومة الحوثيين يحيى الحوثي، وهو شقيق زعيم الجماعة ولا يملك مؤهلا دراسيا عدا إجازات فقهية من والده، والمدير التنفيذي لمؤسسة الجرحى ومدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام يحيى حسين الحوثي. ومن بين الأسماء أيضا رئيس المركز الوطني لرصد ودراسات الزلازل والبراكين محمد حسين الحوثي، ومدير مكتب رئيس مصلحة الضرائب أمين عبد الكريم الحوثي، ورئيس دائرة الأشغال العسكرية عبد الله عبد الكريم الحوثي. وتشمل المناصب الوزارات والمؤسسات كافة، ومنها الوكيل المساعد لوزارة الأوقاف لقطاع التوجيه والإرشاد وأمين عام جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، ووكيل أمانة العاصمة لقطاع الأوقاف، ورئيس دائرة الإدارة المحلية برئاسة الجمهورية. تنتقل ميليشيات الحوثي بحصارها من المدن إلى الأرياف، حيث عنون موقع المشاهد نت في صفحته الرئيسية الحوثيون يحاصرون 12 قرية في بلاد الوافي بتعز. وقال الموقع إن مسلحي جماعة الحوثي عاودوا حصار عزلة بلاد الوافي مجددا بعد عام من حصار مماثل في ديسمبر 2015 دام شهرا كاملا. الحصار الذي فرضه مسلحو الجماعة منذ 9 أيام على المنطقة حرم 30,000 مواطن من جلب احتياجاتهم من الغذاء والدواء من مدينة هجدة، وحرمهم من إسعاف المصابين من المدنيين الذين سقطوا بنيران مسلحي الجماعة. يضيف الموقع، تقع عزلة بلاد الوافي وسط مديرية جبل حبشي المتاخمة لمديرية مقبنة من الشمال ومديرية صبر المصراخ من الشرق، ويفصل الضباب بين الأخيرة ومديرية جبل حبشي. اليمن بين مسارين، تحت هذا العنوان كتب محمد جميح مقاله المنشور في موقع الموقع بوست، والذي عدد فيه ما تبقى من طرق سلام أمام اليمنيين. الحكومة اليمنية بلا شك حققت تقدما ميدانيا كبيرا على الأرض، حيث تم دحر الحوثيين مما يقارب ثلثي الجغرافيا اليمنية، غير أن هذا التقدم ينقصه بعض اللوازم التي يأتي على رأسها استتباب الأوضاع الأمنية في المناطق المحررة، وكذا القيام بواجب الحكومة والتزاماتها إزاء الشعب فيما يخص الجوانب الخدمية والمعيشية، دون أن نذكر أن طرد الحوثيين وميليشيات صالح من كثير من أجزاء البلاد قد لا يعني الكثير في ظل احتفاظ الأخيرين بالسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى أن الحوثيين وحليفهم صالح ينوون فيما يبدو الاستمرار في المعارك ما دامت خطوط تهريب السلاح تعمل، وما داموا أصلا لا يملكون مشروعا لبناء دولة، بقدر ما يريدون نشر الفوضى التي تمكنهم من تقويض نظام هادي الذي جعلوا التخلص منه أولى لديهم من بناء الدولة التي يطمح لها كل اليمنيين.
كما أن ارتباط الأوضاع في اليمن ميدانيا وسياسيا بالصراعات الأخرى في الإقليم تضع عددا من العراقيل أمام المبعوث الدولي إلى اليمن، الأمر الذي يطيل أمد الصراع الذي حصد حياة أكثر من 10,000 يمني وألاف أخرى من المصابين حسب إحصاءات الأمم المتحدة التي غالبا ما تكون أقل من الواقع بكثير. ويظل السؤال، أي من المسارين سيتغلب في اليمن، العسكري الميداني أم السياسي التفاوضي؟ يخوض الجيش الوطني والمقاومة الشعبية معركة مفتوحة مع الميليشيا الانقلابية في جبهة البقع بصهد، والتي تعد واحدة من أهم الجبهات العسكرية وفق توصيف موقع بوست، والذي أضاف أن المعركة تكتسب أهميتها من قربها من معقل زعيم ميليشيا الحوثي في صهد، كما أن أغلب المنخرطين في تلك الجبهة هم ممن هجرتهم الميليشيا سابقا. وحقق الجيش والمقاومة تقدما كبيرا منذ انطلاق العملية العسكرية في 11 من أكتوبر، ووصلت كتائب الجيش هناك توغلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، وحققت انتصارات كبيرة واستولت على كميات ضخمة من السلاح والعتاد الخاص بالميليشيا. يقول أركان حرب اللواء الثاني إسناد ودعم العقيد أحمد قاسم كردة أن قوات الجيش الوطني في محور البقع بصعدة أنجزت أهداف المرحلة الأولى من العملية العسكرية، والمتمثلة في تحرير معسكر اللواء 101 والسيطرة على منفذ البقع المحاذي لمحافظة نجران السعودية، وصولا إلى السيطرة على مفرق الجوف وقطع الطريق الرابط بين الجوف وصعدة. ميليشيا الحوثي والمخلوع ما تزال مستمرة في عملية خطف الصحفيين، حيث عنون موقع المصدر أونلاين، مسلحون حوثيون يختطفون صحفيا من شارع الزبيري وسط العاصمة صنعاء. يقول الموقع في التفاصيل، مسلحون حوثيون وقوات موالية للرئيس السابق اختطفت صحفيا من شارع الزبيري وسط العاصمة صنعاء. وقال مصدر مقرب من الصحفي المختطف، قال إن حافلة متوسطة توقفت أمام سيارة المدير المالي والإداري لصحيفة الوحدوي هيثم عون، ومن ثم نزل منها مسلحون قالوا إنهم من شرطة مكافحة الإرهاب، واقتادوا عون إلى منطقة مجهولة. موقع الوحدوي نت كشف عن تقرير اقتصادي عن تحسن مؤشرات الاقتصاد وتحسن أسعار السلع الأساسية في المدن المحررة من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. وذكر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في تقريره عن مؤشرات الاقتصاد في اليمن في العام 2016 أن عودة الاستقرار إلى بعض المدن المحررة أدى إلى تحسن تقديم الخدمات والسلع وتراجع حدة الاختناقات في المشتقات النفطية. وأشار مدير المركز مصطفى النصر في المؤتمر الصحفي إلى أن أبرز الصعوبات التي واجهها الاقتصاد اليمني خلال العام الماضي تمثلت في أزمة السيولة والعجز عن دفع المرتبات وتوقف التحويلات البنكية إلى الخارج وظهور مؤشرات المجاعة. الدكتور علي الزبيدي كتب مقاله المنشور في يمن مونيتور تحت عنوان طلاسم الصرخة، وحاول تقديم صورة كاملة عن دلالة ما يحمله الصراخ في وجه اليمن. الصرخة في محصلتها النفسية مؤشر ضعف، حيلة العاجز، متنفس المغلوب، إنها الرديف في استراتيجية الصارخ للوصول وجوقته للخداع والنفاق، إنها جوخ التورية بألوانه الفسفورية الذي يعطي أكثر من دلالة في وقت واحد. صرخة مؤجلجة بتهوفينية من جهة الغرب، هولوكوستية من جهة الشرق. الغرب يعرف أنها غطاء، والشرق يعلم أنها بغاء. صرخة تبدأ بلفظ الحق وتمرغ منه في ذات الوقت، غير أن صرخة صبيان مران فاقت مناورات ملالي طهران في سياستها. لقد تجاوزت موسوعة جينيس دون أن تدخلها، صرخة أموات يقتلون أمواتا. اليمنيون لم يكن ينقصهم غير موت فيزيائي يضفي صفة الموت الرسمي عليهم، بعد أن أذاقهم الحليف السخي صالح أثناء حكمه ألوان الموت لتكتمل بذلك دراما المشهد على يد هؤلاء. الصرخة توقف الدم في أوردة الضعفاء بدل أن تنطلق من حناجرهم، لأن لها ما بعدها، إنها شرعنة الفساد وامتداد لكل سيناريو رهين الإعداد. إنها صوت مشروخ موسوم بالتناقض يختم على كل أداء كارثي ينخلع عن الإنسانية
ويتجاوز العقل ويخرج عن عرى الدين. لقد صمت اليمنيون كثيرا، وحين أرادوا أن يصرخوا جاءهم من يكتم أصواتهم إلى الأبد ويصرخ فوق جثثهم الصامتة. إنها مفارقة الظاهر والباطن للصرخة، العذاب في صورة الرحمة، الرفض في صورة الالتزام، الفساد في شكل الصلاح، الموت في صورة الحياة. ومن العاصمة المؤقتة عدن، عنون موقع عدن تايم في صفحته الرئيسية: صرف 10,000 شهادة لمواليد الحرب في عدن. وقال الموقع إن مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وبالتعاون مع اليونيسف بمحافظة عدن بدأت حملة تسجيل وإعطاء المواليد شهادة ميلاد، وذلك بعد توقف دام لعامين. وشملت حملة صرف شهادات الميلاد 3 مديريات، وهي دار سعد والشيخ عثمان والبريقة، واستهدفت 10,000 طفل ممن حرموا من الحصول على شهادة الميلاد خلال العامين الماضيين، سواء كانوا مواليد أو أطفال. يتابع الموقع: عملية التسجيل تستمر لعشرة أيام لتشمل كل طفل بلا هوية ميلادية وتقيدهم في السجلات المدنية. موقع الصهاريج نيوز عنون في صفحته الرئيسية: وزير النقل يرحب بعودة رحلات الطيران المصري إلى العاصمة المؤقتة عدن. حيث رحب وزير النقل مراد الحالمي بعودة رحلات الطيران المدني المصري مرة أخرى إلى اليمن وإعادة نشاطه كما كان في السابق، مؤكدا أن اليمن بها عدة مطارات مؤمنة تماما وتنعم بالاستقرار الكامل، ولا يوجد أي خطورة على عودة الرحلات المصرية لليمن أو أي دولة أخرى. وقال الحالمي إن الخطوط اليمنية تنظم رحلاتها بشكل طبيعي بين اليمن والقاهرة، كما أن الفترة الماضية شهدت المطارات اليمنية عدد رحلات أجنبية. وأضاف: الأوضاع في اليمن تسير بصورة طبيعية في الأماكن التي تديرها الحكومة الشرعية مثل مطار عدن ومطار صيئون بحضرموت ومطار سقطرى، وتشهد حركة الطيران حالة طبيعية. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. جولتنا في الصحافة العربية تبدأ من العنوان البارز الذي علقت به صحيفة البيان الإماراتية على سير المعارك: قوات الشرعية على مشارف المخا. وقالت الصحيفة إن قوات الشرعية اليمنية باتت على مشارف ميناء المخا الاستراتيجي على الساحل الغربي لليمن إثر تحرير مواقع جديدة ضمن عملية الرمح الذهبي. وكشف مصدر عسكري للبيان وصول تعزيزات عسكرية إلى منطقة ذباب المحررة، حيث من المتوقع إطلاق معركة تحرير الميناء خلال ساعات. تضيف الصحيفة: تقدمت قوات الجيش اليمني إلى مشارف ميناء المخا من 3 محاور بعد تحرير منطقة الجديد الواقعة قرب منطقة العمري على ساحل البحر الأحمر، وحررت قرية واقعة على الخط الساحلي الواصل إلى الميناء. وفي ذات الشأن، نقلت صحيفة الخليج الإماراتية عن مصادر عسكرية في الجيش اليمني الوطني قولها: إن جماعة الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح أقدمت على نقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى مخازن داخل العاصمة استعدادا للتصدي لقوات الشرعية. وأرجعت المصادر في تصريحات للخليج تكثيف قوات التحالف العربي لغاراتها الجوية على العاصمة صنعاء إلى تثبتها من معلومات حول عمليات نقل أسلحة وتخزينها في معسكرات تابعة لقوات الحرس الجمهوري السابقة الموالية للمخلوع قام بها الانقلابيون مطلع الشهر الجاري. ولفتت المصادر إلى أن قوات صالح نقلت أسلحة متوسطة وثقيلة من منطقة ريمة حميد الكائنة بمديرية سنحان مسقط رأس المخلوع إلى مواقع متفرقة داخل العاصمة، بالتزامن مع تخزين الحوثيين أسلحة مماثلة في مواقع عسكرية تخضع لسيطرتهم.
صحيفة الاتحاد الإماراتية قالت بأن عدن مفتوحة للاستثمار، حيث نقلت عن محافظها اللواء عيدروس الزبيدي قوله إن الأوضاع في المدينة تحت السيطرة في ظل استمرار الأجهزة الأمنية بتنفيذ مهامها في حماية عدن ومؤسساتها وأرواح المدنيين من أي خطورة أو تهديد. وشدد الزبيدي خلال افتتاحه مصنع سيسكو العائم لإنتاج الإسمنت في مديرية المعلى على أن عدن ستكون مفتوحة للاستثمار بعد النجاحات التي تشهدها في تحقيق الأمن والاستقرار. وأشار إلى أن افتتاح المشروع الاستثماري يعد انطلاقة لدوران عجلة التنمية والنهوض اقتصاديا، موضحا أن افتتاح الشركة المصرية سيعطي دافعا قويا لجلب رؤوس الأموال والاستثمار إلى عدن والمشاركة في إعادة إعمار وبناء ما خلفته الحرب. وقدم وعودا بتقديم التسهيلات والامتيازات للمستثمرين ضمن التوجهات الرامية لتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية. اليمن قضية مؤجلة. تحت هذا العنوان كتب أحمد عبد الله مقاله المنشور في العربي الجديد وقال: سيخلف ريكس تيلرسون سلفه جون كيري، وهو لا يمتلك أي معرفة حقيقية عن اليمن إلا من النشاطات السابقة لشركة إكسون موبيل التي حفرت بئرين استكشافيتين للتنقيب عن النفط في قطاع عمقين بمحافظة شبوة ثم رحلت. كانت مبادرة كيري التي حملها إلى اجتماع الرباعية أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات في جدة نهاية أغسطس آب العام الماضي سكتشات غامضة في بدايتها، حتى أن الرجل لم يستطع بلورتها بشكل مفهوم في مؤتمره الصحفي مع وزير خارجية السعودية عادل الجبير، فقدم شرحا عائما مرتبكا، بينما أكد نظيره السعودي بصورة مغايرة حينها على التمسك بالمرجعيات الشهيرة التي يتم ترديدها في كل مناسبة. وهكذا اعتبرت المبادرة منذ ولادتها هوامش أو خواطر بصياغة غير متماسكة ومتضاربة الدلالات، حتى أنها لم ترق إلى أن تظل مستنداً موضوعياً في سجلات الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي لأزمة اليمن المشتعلة منذ 21 من سبتمبر أيلول عام 2014، حين أسقط الحوثيون العاصمة صنعاء بالقوة ثم أشعلوا اليمن من بعدها في حروبهم غير المسبوقة في التاريخ، أحدثت ما وصفت لاحقاً بخريطة الطريق أو مبادرة كيري التي تبناها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ من دون أي منتجة أممية، صدمة كبيرة للجانب الذي يمثل الشرعية في اليمن. استرجاع نقطة ضوء يمنية، عنوان اختارته صحيفة العربي الجديد لتصف مؤسسة العفيف والتي قالت فيها منذ 2014 بسبب انقطاع الدعم الحكومي وما تشهده اليمن عموما من حرب واضطرابات سياسية، أغلقت مؤسسة العفيف الثقافية أبوابها، وهي التي كانت تشكل أحد أنشط فضاءات العمل الثقافي في صنعاء. المؤسسة التي أنشأها في عام 1989 المثقف اليمني أحمد جابر العفيف كأول مؤسسة ثقافية مستقلة في اليمن، عادت إلى النشاط مع بداية السنة بمبادرة من ابنته أروى وحفيدته هناء، حيث نظمتا معرضا فنيا بعنوان أمل جديد. وفي حديثها للعربي الجديد تؤكد أروى العفيف أن عودة المؤسسة لاستئناف نشاطها في ظل الظرف الراهن هو بمثابة تحد للواقع والوضع المؤلم، إذ يجسد الفعل الثقافي في زمن الحروب رسالة تقول إنه بالرغم من الحرب وتردي الأوضاع ما زال الجمال موجودا في روح الإنسان اليمني. تضيف الصحيفة إنه على مدى سنوات نشاط مؤسسة العفيف حاولت تشجيع الإبداع بإقامة فعاليات بشكل منتظم وتخصيص مجموعة من الجوائز السنوية، إضافة إلى أنشطة مكتبتها وإصداراتها الثقافية والأدبية والحقوقية. ومن الأخبار الأكثر تداولا نقرأ من صحيفة القدس هذا الموضوع والذي قالت في الصحيفة إن موقع تويتر قرر حذف حساب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال 24 ساعة المقبلة
بسبب ما وصفته الشركة بأنه قدم خطابا عنصريا داعيا للانقسام. وقال الناطق باسم تويتر بول هورنر إن الموقع لن يتسامح مع المستخدمين النشطين الذين لا تصدر رسائلهم سوى العنف والكراهية والعنصرية والتعصب، معلنا رفض الموقع لما أسماه خطاب ترامب العنصري قائلا: لا يا سيد ترامب، نحن لسنا معك. تضيف الصحيفة: ترامب أصدر ردا رسميا وصف فيه بيان الشركة بالمثير للضحك، ونصح القائمين على تويتر بأن يتمهلوا لأنه يعمل مع المحامين الخاصين به لتسوية الوضع الذي وصفه بأنه سيكون سيئا جدا لكل من يحاول إسكاته. وفي الخبر أو إلى الخبر الأكثر قراءة في صحيفة الإمارات اليوم، حيث حرمت سيدة دنماركية ناشطة في مجال حقوق الحيوانات من الحصول على الجنسية السويسرية. جاء ذلك بعد تقدم مجموعة من الأشخاص بشكاوى ضدها بسبب اعتراضها على أجراس الأبقار، وهو تقليد شعبي في البلاد. وتقدمت نانسي هولتون التي تعيش في سويسرا منذ 33 سنة بطلب الحصول على الجنسية السويسرية، إلا أن السلطات رفضت الطلب بعدما تقدم جيرانها بشكايات ضدها بسبب وصفها أصوات أجراس الأبقار بالمزعجة. وطالبت هولتون التي تبلغ 42 عاما بحظر أجراس الأبقار لأن صوتها عال جدا ومزعج، كما ترفض فكرة أجراس الكنائس التي تدق بالقرب من منزلها في الصباح الباكر، وهو ما يرفضه السكان أيضا. تتابع الصحيفة: يشار إلى أن طلبات الجنسية في سويسرا يقرر فيها السكان المحليون وليس حكومة البلاد. الحرب تطارد المثقفين في اليمن، بحسب ما كتب الأستاذ حسن عبد الوارث في صحيفة الخليج، والذي قال في أجزاء منه: أخذت الحرب المندلعة في اليمن أمورا كثيرة في طريقها المؤدية إلى الهلاك حينا وإلى الشتات أحيانا، وقد أطاحت بالعديد من الفئات الاجتماعية وجوانب عدة في حياة المجتمع، كما أدت إلى نزوح فئات أخرى داخل البلاد وخارجها. وفي المشهد الثقافي تبدو الصورة أكثر وضوحاً بل أشد قتامة، فثمت العديد من المثقفين والمبدعين غدوا اليوم إما في القبور أو في أقبة الاعتقال أو قفار الاغتراب. وهذه الظاهرة لم يعرفها المثقفون والمبدعون اليمنيون في الحرب الأخيرة فحسب، بل كانت لهم تجارب سابقة في كل الحروب والأزمات المسلحة التي شهدتها البلاد طوال عقدي السبعينات والثمانينيات، لعل أشدها إيلاماً باستثناء الحرب الأخيرة، حرب صيف عام 1994 الأهلية، التي توقف مدفعها عن القصف إثر اجتياح القوات الشمالية للجنوب. بات جلياً أن عامي 2015 وعام 2016 هما الأسوأ في تاريخ اليمن من ناحية الحريات والحرية الفكرية والإعلامية بالذات. وقد تزداد الصورة وضوحاً إذا عرفنا أن ترتيب اليمن في جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام المنصرم جاء في المركز 170 من أصل 180 دولة، عدا أن اليمن غدا مؤخراً من أخطر البلدان في العالم على حياة الصحفيين بحسب تقارير لمنظمات حقوقية دولية. يخوض الجيش الوطني والمقاومة الشعبية معركة مفتوحة مع الميليشيات الانقلابية في جبهة البقع بصعدة. موقع الموقع بوست نشر مجموعة من الصور التي توثق سير وآثار المعركة. نتابع الصور. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، إلى اللقاء. نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير.